السلام عليكم صحباتي صحابي خواتاتي خوتي. بغيت نقول لكم من بعد معاناة، سمحوا لي، من بعد معاناة طويلة هانتوما كتشوفوا ها هو جاني الكود. من بعد معاناة طويلة البنات ها هو جاني الكود. اوكي دابا غنهضر لكم على المعاناة ديال اليوتيوب، المعاناة ديالو والخدمة ديالو والشتخيص ديالو وكل شيء. غادي نقول لكم من بعد تفعيل القناة، يعني من بعد تفعيل القناة البنات راها كتكون تمارة كتار من قبل ما تفعل لك القناة. قبل ما تفعل لك القناة كتكون قضية زوينة، كتكون شوية ما كتكونش مشتخيسية بزاف، كتكوني تبقاي مدابزة مع الابوني كيطلعو كيهبطو، كتبقاي مدابزة مع المشاهدة كذلك كتطلع كتهبط. ولكن خويا خوتي خواتاتي ملي كتفعل لكم القناة كيكون شكل اخر وكيكون مشكل اخر. اوكي دونك ها القناه تفعلات، يعني قبل ما يجي هاد الكود هذا القناه تفعلات. اوكي القناه تفعلات خصك اختي تقاتلي على 10 ديال الدولارات. فاش كتقاتلي على 10 دولارات كتولي بلا ما تقلقوا ملي كتكون كتطلع وكتهبط بحال الابوني وداكشي، يعني داكشي الامر عادي، ما تكعاوش ما تقلقوش ما تستسلموش، بقاو كتقاوموا بزاف، يعني راه عادي الدولار كيطلع وكيهبط، يعني راه عادي، راه كيكون عادي باش كتوصلوا 10 الاوروات. شي مرات راه حتى كنوصل 10 كنرجع للسعود، ويلي 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 رجعت للسعود. عرفتي بحال شي لعبه، وحق الله العظيم خوتي خواتاتي لا بحال شي لعبه. عاوتاني كطلع كتهبط كترجع للتسعود، اليوم طلع غدا تهبط ترجع للتسعود. المهم ما تستسلموش، بقاو تقاوموا بقاو تقاتلوا، ما تستسلموش وما تخليوش يعني الشتخيس يجلس عليكم. حنا كنقولوا شتخيس، ما عرفتش كيقولوا اللغه الاخرى ما نعرف، يعني حنا كنقولوا شتخيس و يمكن واش تقولوا بالعربية الاكتئاب، ما حنا العلمانيين والهادو لوكسمبورغ كيقولوا شتخيس، حنا كنقولوا شتخيس، يمكن الفرنسي كيقولوا شتريس. هادشي اللي بغيت نقول لكم. وحلت هاد الكلمة هادي والله حتى دخلت، راه كاين بزاف اللغات تختلف، راه صعيب شوية. ها هو الكود جبناه. اوكي ومن بعد الكود 80 دولار. عرفتوا كتكون مراحل شوية صعيبة، كتبغي الصبر، كتبغي الصبر والمقاومه، الصبر والمقاومه، يعني بحال اللي كتحاربي كتحاربي مع الحياه، يعني اش غنقول لكم، بحال اللي كتحاربي مع الحياه، كتبقاي كتجري كتخرجي الوليدات كتحطي هذه كتنقي كتنطوي كتجي عاوتاني كتبقاي مقاتله. خاصني او دولار هبط، او كتمشي كتخرجي كتجي التليفون تك 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 كتجيك تك 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 اه مشات لي عاوتاني هبط عاوتاني. والمهم هذيك اللعبه واخا هكاك كتكون هذيك شتخيس كتكون زوينه بزاف واخا هكاك. المهم هادشي اللي كاين، ودابا حنا مقاتلين ان شاء الله على تقاتلوا ان شاء الله على ديك 80 دولار، وغادي ان شاء الله باذن الله نقلبوا على المحتوى واللي كيعجبني انا. واخا جاني هاد الكود واخا مشى الكود، انا اللي كيعجبني هو نعطي للناس شي حاجه زوينه، المهم نفيد الناس بشي حاجه ولو غير كلمه، غير كلمه زوينه، ولو غير شي فكره، ولو غير، المهم هو الانسان يدير شي حاجه اللي يفيد بها المجتمع، يدير شي حاجه اللي يفيد بها المجتمع. هادشي اللي بغيت نقول لكم، ماشي يعني جاني الكود صافي غن، المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. المهم ندير نظراتي راه كتقولوا لي حيديهم، راه داكشي اش محيداهم. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، المهم اخوتي خواتاتي هو نفيدو، نعطيو شي حاجه اللي تفيد المجتمع، ولو عير بكلمه، ولو عير بفكره، ولو عير بوصفه، ولو عير بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي بغيت نقول لكم. هو المهم دابا وثانيا اخر كلمه او اول كلمه البنات، هاد الكود هذا جاني بالفضل ديالكم وبالتشجيعات ديالكم وبالكومونتيرات الزوينين واللايكات الزوينين وقلتوا لي كتضحكينا، راه انا يعني
انا هكا، انا كاركتر ديالي هكا، عز عليا نضحك بزاف، ومازال يلا بديت. ودابا يلا تحيدت علينا، تحيد علينا الثلج وتحيد علينا البرد، يلا شي شويه غادي تبدا بدات. المهم بدينا كنحلو عويناتنا وبدينا شويه كتدخل ديك، يعني الشوفه تشوفي طويل هنا، تشوفي مثلا طويل. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي اخواتاتي، هذا هو النهار اليوم، هذه هي الفرحه ديالي. غنقول لكم هاد المره ويتك ويتك الحنيكات، ويتك ويتك الكويدات. هو هادشي اللي غنقول لكم اخوتي اخواتاتي. المهم واحد الموضوع هو بكاني بزاف وكعاني وكنشوف المراه المغربيه كتظلم بزاف، وكنشوف بزاف يعني بزاف العيالات مساكن كيظلموا. كي اش غنقول لكم يعني هادشي اللي بغيت نقول لكم. اوكي ملي جاني هاد الكود ويالله ونوريكم الشميشه كي دايره برا يالله. واليوم راني باقا كنفكر فين غنمشي وانا وصحاباتي، وفين غنخرجوا، وفين غندورو. اليوم كاينه الشميشه، ولكن اخوتي كورونا عكرات لينا الجو، طيحات لينا يعني المورال. اش غنقول لكم، برزطاتنا كورونا، ما بقاتش عندنا لقانا في الصراحه. ما نخرجوا، ما نديو ولادنا للبارك، ما نلعبوا، ما نفوجوا، ما كتمشي تقداي تخلي الدراري وكترجعي عندك. يعني في الصراحه والله خواتاتي اش غنقول لكم، الله يرفع علينا هاد الوباء. هادشي اللي غنقول لكم، الله يرفع علينا هاد الوباء. وشكرا لكم بزاف، انا اللي غنقول لكم هو شكرا بزاف خوتي خواتاتي. دابا هاد الفيديو انا عطيته لكم قبل ما نفطر، يلا فقت ضربتها بواحد التحميمه وعطيتكم هاد لا فيديو. هادي هادشي اللي بغيت نقول لكم، ونتمنى نكون على حسن الظن ديالكم، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى خواتاتي نكون خفيفه على قلوبكم، ونكون على حسن الظن ديالكم، ونكون ان شاء الله اش غنقول لكم تستافدوا مني بعض الحويجات. يعني الانسان ما كيعرفهمش، وشي نهار غادي اخوتي ندير لايف وغادي نجاوبكم على لي كومونتير ديالكم كلهم. والكلمه الاخر، انا ما كنقراش العربيه البنات، انا العربيه ما كنقراها شاي، كنقولها كنعاودها، ما تنقراش لكم العربيه. انا كتبو بالالمانيه، كتبو بالفرنسيه، كتبو كتجيني صعيبه باش كندخلها نترجمها ونعاود نخرج الكومونتير. وهادي يعني ما كاينش الوقت، انا كنخدم في لاشين ديالي، كتشوفوني كاتبه بالعربيه، انا راه كندخلها للترجمه، كندخل العربي الكلمه بالالمانيه للترجمه وكتخرج لي عربيه. وهداك الشيء وعاد كنقلها تما في هذاك سميتو، كاين شويه ديال التعب عاد كنقلها نعطيها لكم. شكرا بزاف خوتي خواتاتي، تهلاو ليا فروسكم، وكنشكركم بزاف، وكنشكر كل من شجعني فيكم، كنشكرو بزاف بزاف وشكرا لكم. ونتمنى نكون ديما نبقى في الدعم ديال المبتدئات ان شاء الله، يا ربي نوقفوا على رجلينا ان شاء الله، وغادي نبدا في الدعم ديال المبتدئات. شكرا للمبتدئات، وبشرط البنات المبتدئات واللي ما فحالهمش، هما اللي غادي نبقى ندعمهم ان شاء الله نهار اللي توقف قناتي على رجليها. وتوقف قناتي على رجليها، غادي نبدا في الدعم ديال المبتدئات الفقراء اللي مساكن كيتقاتلوا وما قادرينش. اوكي ميرسي بوكو، شكرا بزاف، نهاركم زوين، نهاركم زوين، بيزو.